المستحقين نقول بالشكر يا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبا ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وعنا وحفظنا وقبلنا إليه وأشفق علينا وعددنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا وبالسلام. الضابط الكل الرب إلهنا، أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال من أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليه، أشفقت علينا وعضدتنا، أتيت بنا لهذه الساعة. ومن أجل هذا نسأل نطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان ومرات الناس الأشرار من الأعداء الخفيين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان ندوس وحياة وعقارب وكل قوة عدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والإكرام والعزة والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان إلى دار الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفتك تمحو إثمي، اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيئتي طهرني، لأني عارف بإثمي وخطيئتي أمامي في كل حين، لك وحدك أخفق والشر قدامك صنع، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني أنا ذا بالأثام حبل بي وبالخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق، إذا أوضحت لي غرامة حكمتك ومسطوراتك تنضح علي بذنفاك فاطر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا، تبتاج عظام المنسحق، اسرق وجهك عن خطاياي وامحو كل أثامي، قلبا نقيا اغلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، روحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني لهجة خلاصك وبروح رئاسي وعضدني، فأعلم الأثم طرقه والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي، فيبتاج لساني بعدلك يا رب، افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو أثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، ولكنك لا تسرب المحروقات، فالذبيحة لله روح منسحق، القلب المنكسر المتواضع لا يرزقه الله. انعم يا رب مسرتك على كنيستك ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح البر قربانا ومحرقات ويقربون على مذابحك العبول. هللويا. شويس نوينان تسبحة وصلاة نصف الليل أقدمها للمسيح ملك وإلهي، مذامير تراتيل داود النبي بركاته على جميعنا امين. يا رب لماذا كثر الذين يحزنوني كثرون قاموا علي كثرون يقولون لنفسي ليس له اله بخلاصه فقط ليس له خلاص بإله، انت رب انت هو ناصر المجد ورافع راسي، صوت الرب صرخت فاستجاب لي من جبل قدسي، انا اضطجعت ونمت ثم استيقظت لان الرب ناصري، فلا اخاف من ربوة جموع المحيطين بي القائمين علي، قم يا رب خلصني يا الهي لأنك ضربت كل من يعادين باطلا، أسنان خطاس حقها للرب الخلاص وعلى شعبه بركته. هللويا. دوكساسيوس سيمون فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشيرة تلميذ الطار بركاته على جميعنا امين. ان يدني ملكوت السماوات عشر عذارى، خدمنا بصبحنا وخرجنا لاستقبال العريس
خمس منهن كن جاهلات وخمس حاكمات، فأخذ الجاهلات مصابيحهن ولم يأخذن معهن زيتا، وأما الحاكمات فأخذن زيتا في آنيتهن مع مصابيحهن، ولما أبطى العريس نعسن كلهن ونمن، ولما انتصف الليل صار تراب، فوزع العريس فتقبل، فقمنا وخرجنا للقاء، حينئذ قامت أولئك العذارى جميعا وزينا مصابيحهن، فقالت الجاهلات الحاكمات أعطينا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ، فأجاب الحاكمات قائلات لعله لا يكفينا وإياكن، فذهبن بالحري إلى الباعة وابتعن لكن، فلما ذهبن يبتعن جاء العريس والمستعدات دخلن معه للعرس، وأغلق الباب، أخيرا جاءت بقية العذارى أيضا قائلات ربنا ربنا افتح لنا، أما هو فأجاب وقال الحق أقول لكن إني لأعرفكن، فيسهروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان والمجد لا يهدى من أبدين. إن أشتمكم في خريستوس نمك يوتن أغاكسوس نمك نغمى الصوى يأتي في نصف الليل طوبى للعبد الذي يجده مستيقظا، أما الذي يجده متغافلا فإنه غير مستحق المضى معه، فانظري يا نفسي لألا تثقلي نوما فتلقي خارج الملكوت، بل اسهري واصرخي قائلة قدوس 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 أنت يا الله من أجل والدة إله ارحمنا. نفسي ذلك اليوم الرهيب واستيقظي وأضيء مصباحك بزيت البهجة، لأنك لا تعلمين ما يأتي نحوك الصوت القائل ها هو ذا العريس قد أقبل، فانظري يا نفسي لا تنعسي لألا تقف في خارج قارع مثل خمس عذارى الجاهلات، بل اسهري متضرعة لك تلتقي المسيح الرب دون دسم، إنما عليك بعرس مجد الإله الحقيقي. أنت يا سور خلاصنا يا والدة الإله العذراء الحصن المانية غير المنسلم، ابتلي مشورة المعاندين حزن عبيدك ردي إلى فرح وحصني كنيستنا وعن رؤساءنا حاربي وتشفع عن سلام العالم، لأنك أنت هي رجاؤنا يا والدة الإله. آمين كأريك استوسي ونستوني ونرنا آمين. أيها الملك السماوي المعز روح الحق الحاضر في كل مكان والمال الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل روح اللي فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا. ذو سبتك ريوك أغيوك نرماتي كما كنت مع تلاميذك يا المخلص وعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا ونحن سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا. آمين في هيكلك المقدس نحسب كالواقفون في السماء، يا والدة الإله أنت هي باب السماء افتح لنا باب الرحمة والتحنن. أجيوس أوسيروس أجيوس أفسيروس أجيوس أسانتوس أكبر في Oh.
نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك أيتها العذراء القديسة والدة الإله لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح فخر الرسل كليل الشهداء تهليل الصديقين ثبات الكنائس غفران الخطايا نبشر بالثالوث القدوس لاهوت واحد نسجد له ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك لنا. We pray the creed. فالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق يساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن بشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء الآمنة وصلب عنا على عهد بلاط تألم وكبر وقام من بين الأموات اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي فيما فيه ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لمقيم فضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بعمدية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي أمين. اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا أمين. كريالايسون 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 قدوس رب الصباوت السماء والأرض من وكان مجدك وكرامتك. ارحمني يا الله يا ضابط الكل أيها الثالوث القدوس العظيم أيها الرب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل الوصف لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة
يا رب اغفر لنا من اجل اسمك القدوس الذي ضعي علينا كرامتك يا على جميعنا امين. والنهايه كونوا جميعا متحد الرأي بحس واحد ذو محبه اخويه مشفقين لطفاء غير مجازين عن شر بشر او عن شتيمه بشتيمه بل بالعكس مباركين عالمين انكم لهذا دعيتم لكي ترثوا بركه لان من اراد ان يحب الحياه ويرى اياما صالحه فليكفف لسانه عن الشر وشفتيه أن تتكلم بالمكر ليعرض عن الشر ويصنع الخير ليطلب السلام ويجد في إسره لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم لأن العالم يمضي وشهواته معه. ريتنوي إن زفير إن تشيخيس هي ريتنوي أم ميسون إن شان سماخت ريتنون سيفيوت انتي تنتنتي ام بي بتهو او آن خا او بتهو او او زي او هو اوش خا او هو اوش بيتو فيف سي اريتن اسمو جي اطاف صاهم سينو اباي هو هنا انتي تن اير اكلير نومين ام بي اسمو في غار اس او اوش ام من ريب اونخ او ووه اي ناف اي هن اي هو او اي نانيف مارف طالفشو ام بفلاس اي بالهابي بتهو او او ووه نفس فوتو اشتم ساجي ان او كروف مار فريكي صافل ان بي بتهو او او انت فقيري ان بي اغاصن مار فكوتي ان سا او هيريني او انت فتشوجي انسوس. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments. Plein d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Finally, all of you be of one mind, having compassion for one another, love as brothers, be tender-hearted, be courteous, not returning evil for evil or reviling for reviling, but on the contrary, blessing, knowing that you were called to this, that you may inherit a blessing. For he who would love life and see good days, let him refrain his tongue from evil and his lips from speaking deceit. Let him turn away from evil and do good. Let him seek peace and pursue it. Yeah.
يا ماريا
يا رب باب الجنة
Oh.
Thank you.
Oh,
يوسف إيراني لبرخ مطاق إيراك بنيوت الطيوت العرش رفسي بابا أبطا وادرو من بنيوت هيبس كوبس أبطو مهزل روزن تيربي وكبرو جندي وسرو روزن عميش الرمبي نمانسيو إنهيري نيكو إنتزميو إنو باجي تيرو صابو سيكنو إتشالا بين كوني طوري خريستو سريه كنت تفتاني النومي نامي خلقن هوريه كابت مشتنا كريه نيسون كريه نيسون كريه أكبر بيسونا بيب اسموني روي اسموني روي كريه باني هوريه مرضوني اسمون كريه خريستو سكن نواتير أمين أسسون. Pray the Lord's Prayer, everyone in his or her own language. أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفاية عافنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نحن نغفر لمن يذنب إلينا ولا تدخلنا في تكليف لكننا نؤمن بالمسيح يسوع إن لك الملك. And now the love of God the Father, the grace of His only begotten Son, our Lord and Savior Jesus Christ, the gift and the fellowship of the Holy Spirit be with you. Live in peace. Peace of God be with you. Amen. محبة الله الآب نعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة عطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام. سلام الرب يكون معكم. حيّوا لول وعاتوا الكنجات تتركنا يا ربي بس زي ما واصل إن انت معانا سبحوا لإلهنا الحيّوا لول وعاتوا الكنجات تتركنا يا ربي.